بدأت المؤسسة السورية للتجارة اليوم ببيع سلة غذائية تحتوي على 12 مادة غذائية بقيمة 10,000 ليرة سورية. وبموجب دفتر العائلة في صالاتها ومنافذ بيعها بمختلف المحافظات في إطار تدخلها الإيجابي بالأسواق. بإطار التوجه الحكومي لدعم الأحوال دخول المواطنين بأجود السلع وأرخص الأسعار، تم توجيه سوري تجارة تأمين سلة غذائية للأخوة المواطنين مقدمة بحدود 10,000 ليرة، تضمن 12 مادة بتمشتوها هلا، المواد اللي بتطلبها الأسرة السورية. هلا سعرها بالسوق لا يقل عن 15,000 ليرة، بلش البيع بكل صالات القطر. عندنا بدمشق 10,000 سلة، بريف دمشق 10,000 سلة، بقية المحافظات 5,000 سلة، حسب الطلب ونحن جاهزين، المواد موجودة ومنها، طبعا بصير التوزيع على البطاقة العائلية وختم الصفحة الأخيرة، وتسجيل صاحب أبو المنتفع فيها بسجل الخاص. قمنا بهذا العمل من خلال أسبوع لتحضيرات الأعداد هالسلة الغذائية، طبعا السلة الغذائية رح تكون مطلب كل عائلة سورية موجودة، مو بدمشق ولكن بكافة محافظات سوريا. هالسلة الغذائية اجت عون للعائلة السورية من حيث نوعية المواد المطلوبة كعائلة سورية، ومن ناحية جودة المواد ومن حيث سعر المواد. طبعا بنفس المواد بأسعارنا، السكر عندنا 250 عم بينباع سعر 450، الزيت 700 عم بينباع ب 1050، كل باقي المواد أسعارها منافسة وبجودة عالية جدا جدا. أنا رأيي ممتاز، يعني جيد جدا. بالنسبة لأسعار برا التجار ما عم ترحم، عم يحطوا تسعير على كيفهم رغم أنه في مراقبة من قبل التموين أو الرقابة والتفتيش، عرفتي علي كيف؟ أنا إذا بيجي باخذ سلة غذائية بقيمتها 10,000 حاخذ برا 17 أو 18,000، أنا وفرت الدبل. كثير رخيصة بالنسبة للسوق. أي نعم، بس بدون دفتر العيلة شغلة شكلية وبعدين ادفع المصاري واخذها وامشي. والله لقيتها معقولة، فيها يعني كل متطلبات الأسرة، فيها زيت، رز، سكر، علبة سمنة تنتين. بس أنا بقترح الزيت يكون علبتين كمان، لأنه الزيت كمان منعتازه. منيحة ممتازة، يعني بالنسبة للواحد اشتريها كاملة، يعني أول الشهر بكفي شهر كامل يعني تمام. لسه بحاجة شوية أغراض يعني تنزاد عليها.